بعدين نزل نسويني مع الجيلي. لا خلي التشكيلة كلها قريبة على بعضها بحيث فادت عائلة كل شيء موجود حواليتهم الرجال والنسويني. نعم ماشي مضبوط، طول عنده بيقول لك موركا يا زلمة، يقسم بالله العظيم احترقنا. يطبوا للصوب ما بيشتغل، ايش يا البوت؟ سنتر المهند مبين عليه بضاعته كويسة ان شاء الله، ان شاء الله ما بنخجل عنده. يلا نقوم نجرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا شرف. مريت من الطريق وشفت ترتيبة محلها كثير عجبتني. إيه ميت أهلا وسهلا أخوي شرفت. أبو ياسر شفنا الشبه شو بده يا أبو ياسر. يلا جيتك أبو مهند. أستاذ عندي هالقطعة مثل ظرف الشاي، غسيل ولبس غسيل ولبس. يا سيدي محترمي بس بدي بوط ما يفتح. يعني شو ما يفتح أستاذ؟ يا أستاذ أنت ما فهمت علي. والله يا معلم روح خيط البوت ما سيجي خيطه. قلت لي اهلا وسهلا استاذ، شوف لي هالقطعه دبابة الله وكيلك. دكاتك بس تفشل هالقصبة معك. لا توخذنا استاذ، لا توخذنا ولا يهمك عادي ولا يهمك. هاي المحاسب خاص مرنا استاذ. شو الحق البو؟ $14 استاذ على التركب معي داك. يلا تكرم. 270 الله يسرك. 250 مشتغل؟ تكرم عيونك. نسويني الا نسويني على الرجالي. اعزل الرجالي عن النسويني مو مع النسويني. ايوه لا تصل له اصبعته. طيب شوي والله العظيم عم تغمر فيه يا زلمه. اثنين ثلاثة شاي هاي مي. طبعا كنا معكم من سنتر المهند، السنتر موجود في مدينة صرمدة مقابل عبارة البلد.